يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتقض وضوء الإمام هل يستخلف غيره أم أنها تبطل صلاته وصلاة المأمومين؟ أما أنه يستخلف غيره قبل أن ينتقض وضوءه، إذا أحس أنه سينتقض وضوءه فاستخلف، هذا لا خلاف صحته. أما إذا انتقض وضوءه قبل أن يستخلف فهذا محل خلاف بين العلماء، وكون الخليفة يبدأ الصلاة من أولها أحوط بلا شك وأبرأ للذمة. نعم.